ابتدي بالقول باسمك يا رحيماني يا ملك الاملاك يا خير سلطان، ادعيك يا ربي تفك عقد لساني وتفصح القول وتثقل لنا الاوزان. ابتدي بالقول باسمك يا رحيماني يا ملك الاملاك يا خير سلطان، ادعيك يا ربي تفك عقد لساني وتفصح القول وتثقل لنا الاوزان، وبعدها يا هادي سيخ الطقيفاني بالوزن والمعنى ونغمة الالحان، اكتب قصيدة فريدة نوعها ثاني عنوانها مبروك لطلب الزفة التواصل على الأرقام التالية.